تعيط لاولاد الحي وتعملوا مسرح. هاي خبريه حلوه كثير. شو كيف كانت هاي؟ بتعرفي صيفيه. جمع الاولاد وين؟ بالبترون ولا بالبترون؟ بالبترون. نحن بيتنا ببنايه حد منه في حقل كثير كبيره، فكنا نسرق خشب من بنايه حد منا عم تتعمر، نعمر مسرح. كان جارنا نجار يساعدنا بالموضوع، ومرنهم على مسرحيه للاولاد. رفقاتي يعني من انت كاتبها وانت من جاي ايه 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 ايه. نطلع نقدمها وندعي كل سكان الحي على هالمسرحيه، ونطلب منهم كل واحد يجيب كرسته معه لانه ما فيش كراسي. وكانت تدخليه لوح شوكولا، نحط سله على المدخل، مدخل الجنينه، ويحطوا لوح شوكولا. هيدي نرجع نتقسمها لا ولا بعدين. ايه فهيدي كانت اذا بدك اولى انتاجاتي الفنيه.